مرحبا بكم جميعا. مشروعنا هاوس اوف مني مجموعة من الشباب ينتمون لثقافات متعددة التقوا في مشروع بعنوان البيت للجميع بمدينة هانوفر الألمانية بالتعاون مع مسرح المدينة. ومن العنوان يتضح الهدف، ألا وهو احتواء جميع الاختلافات لتصبح رابطا متينا يجمع الكل بعيدا عن أي خلاف فكري أو عقائدي من خلال نشاطات ثقافية متنوعة. ويهتم بالشباب اللي موجودين في ألمانيا سواء كانوا من أصول مهاجرة أو ألمان. طبعا مشروعنا يمتد سنة كاملة، بلش في سنة 2019 من شهر الواحد وينتهي إلى شهر الـ12. مشروعنا يقدم أيضا نشاطات ثقافية وفنية تخص الشباب أو تخص أي فئة معينة داخل المجتمع الألماني، وكيفية الاندماج بين الألمان وأيضا الفنانين. وفي أمسية خاصة بنقاش مواضيع دينية، تبادل عدد منهم أفكارا متعلقة بالحياة بعد الموت من وجهة نظر أديان متعددة. بالنسبة لموضوع الأديان، موضوع هاي الاختلافات الجوهرية، برأيي الشيء الأهم يلي بنظر يعني هو الأهم بهاي الحياة خاصة، وخاصة بهالتخبطات اللي عم نمر فيها وعلى مستوى العالم كله، أنه الإنسان شو ما تكون أفكاره، شو ما تكون، أي دين بيأمن فيه أو لا يؤمن بدين، أنه يكون قائم على احترام الآخر، احترام الآخر، أفكار الآخر، الحقوق والواجبات. وكان للمرأة حضورها في الأمسية كما جميع نشاطات المشروع، لتعبر هي الأخرى عن ذاتها ورأيها في مختلف المواضيع والمجالات. قدرنا نطلع صوتنا أكثر، وقدرنا نعبر عن رأينا أكثر، وقدرنا نحكي بحرية أكثر، فمشاركتي مهمة جدا، وبقدر أعبر عن أفكاري وعن طريقة تفكيري وبحرية كاملة، وبقدر أحكي كمان عن وجهة نظر أو بشكل على لسان كثير من النساء العربيات. يعني الذين يؤمنون باليزيدية وارتكبوا الكثير من المعاصي. جلسة نقاش بين مجموعة من شباب قادمون من انتماءات وثقافات متنوعة أوجدت أرضية جيدة للحوار بين مختلف الأديان والثقافات. عماد تلاتي، قناة اليوم، هانوفر.